بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما ظبطنا الاستايل بتاعنا احنا محتاجين ان احنا نشوف ناخد حاجة اسمها الدرور لاي اوت والنافيجيشن فيو، وازاي نعمل انكلود وننادي على فايل تاني جوه الفيو بتاع العمل. يعني ايه الكلام ده؟ واحدة 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 واحدة. انا عندي الاكتيفيتي اللي اسمها مين، كان فيها شوية حاجات رميتها كلها، خلاص. الاكتيفيتي اللي اسمها مين، كل الحاجة اللي فيها انا رميتها. امال انا عايز ايه؟ هخش من عند اندرويد اكس، انا عايز اجيب حاجه اسمها درور لاي اوت، خلاص. فقلت له درور لاي اوت، يعني في لاي اوت يخص الدرور ذات نفسه، خلاص. فمن اندرويد اكس درور لاي اوت ويدجت دوت درور لاي اوت، وعملت ايه وقفلت. طبعا انا في حاجات اساسيه لازم تتحط، في بعض البروبرتيز لازم تتظبط، زي المسار بتاعها بيجي منين، الاكس ام ال للناس، اكس ام ال للناس، خلاص. وكله اندرويد بتتكتب اوتوماتيك لو انا كنت شديتها، بس هي مش موجوده عندك. فهقول له والله ده يجي من ايه، من عندي العناوين الاساسيه دايما، انا هختار بس ريسورسز اندرويد، تمام. حلو جدا، ده الايه العنوان الاساسي عشان يبقى عارف اصلا التاج ده هيجي منين. طيب بعد كده بحدد برده من الاكس ام ال الناس، خلاص. الاب وهدي له اليو ار ال الثاني اللي هو الريسورسز اوتو ده، تمام. طيب دول اصلا المفروض لو انت جايب الكنترولر رميه هيبقى دول جاهزين على طول، اللي هم الثلاثه الاندرويد والاب والتولز، يعني دول هم الثلاث عناوين اللي موجودين اصلا، ما بيطلعوا لك اوتوماتيك، ما فيش عندنا مشكله يعني. وناديت على التولز كده انا جهزت، وهو هيعرف يجيب الكنترول ده. هبدا اعمل ايه بقى؟ ادي له اي دي، ادي للدرور لاي اوت ده اي دي، ده اللي هنرسم عليه اصلا كل اللعبه كلها. ف وهو في المين اكتيفيتي زي ما احنا شايفين، واديته مثلا سميته درور اندرسكور لاي اوت، خلاص. درور اندرسكور لاي اوت نديله بعد كده ممكن نديله اللاي اوت ويدث وهايت، دول اساسيين. فقلت له ماتش بيرنت، ماتش بيرنت في الويدث وفي الهايت، تمام. هديله برده ماتش بيرنت كده، خلاص بقى متعرف. احنا بناخد الاي دي والويدث والهايت وخلاص، اما الباقي ده كله بالنسبه لنا ثابت، تمام. فيت سيستم ويندو هديله اوكي عشان يفت سيستم ويندو، وهقول له اوبن درور هتفتح فين، من الستارت ولا من الاند ولا من الليفت ولا من الرايت، خلاص. يعني بحدد المكان، قلت له خليها في الستارت. طبعا بدل وشوف الفروق اللي هتحصل معاك في العرض يعني. ده كده بالنسبه لي ايه الدرور لاي اوت، تمام. اول حاجه هانكلود، يعني هعرض في الجسم بتاع الدرور لاي اوت. عايز ارجع على الفايل اللي عملته اللي كان اسمه كونتنت مين، لو انتوا فاكرين الكونتنت مين ده. فانا عايز ايه يعني، كل اللي هعمله هناك هناديه بس هنا بسطر، بس يبقى فايل اكنه ايه، اكنه ده ماستر فايل وده سب فايل، تمام. فقلت له انكلود اللاي اوت، وقلت له اللاي اوت بتاعي اللي هو الكونتنت مين، خلاص. فهو كده هيعرف ان هنا هيتعرض كل اللي انا حاطه بقى في الكونتنت مين، ايا كانت الايه الكنترولرز او الويدجتس اللي انا مستخدمها هناك. وهدي له الويدث اخليه ماتش بيرنت، وادي له ليه، وادي له الهايت بتاعه برضه مفيش مشكله، على ماتش بيرنت مفيش مشكله برضه، تمام. ده الايه الايتمز اللي بتترص جوه الناف درور، تمام. طيب كده احنا اتكلمنا على الايه الدرور لاي اوت، وعملنا انكلود اللي هي بالجراب تسحب الفايلز، تسحب الديزاين اللي انا عامله جوه الكونتنت مين وتحطه في المكان بتاع الانكلود ده بالظبط، بس بدل ما نكتب كل الكود جوه الانكلود هنا على طول ثابت، لا انا حطيته هناك. طيب بعد كده بحتاج حاجه اسمها النافيجيشن فيو، بحتاج حاجه اسمها النافيجيشن فيو عشان اعمل عمليه النافيجيشن، تمام. طبعا لو مش متخيل كل حاجه انا بقولها، لما تبدا تطلعها هتبدا تاخد بالك من الحاجات دي، تمام. طيب انا جاي قايل له ايه اللي هو طبعا جاي من كوم وجوجل، دوت ماتيريال دوت نافيجيشن دوت نافيجيشن فيو. هديها اي دي ويتس هايت على طول، هديها هسميها ناف اندرسكور فيو، ده الاي دي بتاعها، ودي النافيجيشن فيو. بعد كده هقول له الويدث ادي له ماتش بيرنت، او راب كنت على قد العرض عشان دي انا مش عايز تطلع بحجم الشاشه كله يعني. واديها بعد كده الهايت ماتش بيرنت الهايت، مفيش مشكله تطلع بطول الصفحه كلها. طيب الجرافيتي بالظهر ليه؟ اللي اوت اندرسكور جرافيتي مش موجود، تمام. اعتقد ان الجرافيتي دي هتعمل لنا مشكله لو ما كانتش موجوده.
ماشي، خلينا نشوف. fit systems windows هقول له true تفت، مش يعني مش كده خالص. وكده انا عملت الايه، عملت الدرور لاي اوت والنافيجيشن فيو، وعملت الايه الانكلود. احط هيدر لاي اوت بتاع البيج بتاع النافيجيشن فيو، الهيدر لاي اوت بتاعي ان انا احط ايه، هروح على المنيو، كنت عامل منيو اسمها ناف هيدر، هتبقى هي بقى الايه، هي اللي هتبقى اللي هتتعرض في النافيجيشن فيو اللي هو على الجنب ده اللي هو السايد بار. فانا هقول له روح على اللاي اوت اللي عندي، اللاي اوت اللي عندي حاططها فين؟ ناف هيدر. ناف هيدر ده مش المفروض في المنيو ده، مش منيو ده، الحته اللي هي فوق، عارفين لما تطلع السايد بار كده، هعمل حته فوق كده فيها مثلا ايكون وفيها تايتل وفيها بتاع كده. وبعدها المنيو، فمش دي المنيو. خلاص مش دي المنيو اللي انا عايز، انا دي حاجه ودي حاجه. انا اتلخبطت، هظبطها لكم دلوقتي ان شاء الله. المنيو هتبقى انا مش هتبقى نوت عندي ناف هيدر اللي جوه المنيو، صح؟ قلت له طيب انا هغير اسمها، مش هخليها ناف منيو، دي خليها ناف منيو والثاني خليها ناف هيدر، تمام؟ فدي خليها زي ما هي عشان ما اتلخبطش، دي ناف بقت ناف منيو وكده المنيو مظبوطه. فاضل لي مين؟ الناف هيدر هو اللي مش مظبوط، فهحطه جوه اللي اوت، هعمل حاجه اسمها ناف هيدر. ليه بس؟ هعمل حته من فوق قبل المنيو اللي تحت، قبل العناصر تحت، اعمل كده ايقونه البرنامج او ايقونه الشخص اللي داخل البروفايل بتاعه كده. عملت ناف هيدر وعملتها لينير لاي اوت، وهي لاي اوت وضفتها، بس بقى دلوقتي فاضي، هنبقى نظبطها ان شاء الله. وبقت الناف هيدر مظبوطه، خلاص يبقى كده عملت الناف هيدر من فوق والمنيو اللي هتبقى تحتيها. كل ده فين؟ في السايد منيو اللي على الجنب اللي احنا سميناها نافيجيشن فيو، اللي هي على الجنب لما نفتحها تطلع كده. تمام، دلوقتي لما تيجي ترن لسه ما فيش ايه؟ لسه ما فيش حاجه، هنكمل ان شاء الله مع بعض في الفيديو اللي جاي بعد ما عملنا الايه؟ الاكتيف مين؟ الاكتيفيتي بتاعت المين الجديده.